مارسيل كولر قادر يخلق الدوافع بمعنى ان هو ممكن النهارده يلعب اسلام بكرايت بكره يلعب محمد هاني بعده يلعب خالد عبد الفتاح وبالتالي هو قادر يخلق الدوافع دي اعتقد ان ده انا ما شفتوش من ايام مانويل لغايه دلوقتي يعني احنا اه كانوا هم 11 12 11 12 ولكن كان عندنا يعني المجموعه اللي كانت بتلعب كان عندهم دوافع كبيره جدا اكيد الدوافع موجوده لدى لعيبه النادي الاهلي على مدار التاريخ ولكن مستر كولر زي ما قلت لك هو ذكي جدا عنده لعيبه كتيره جدا لو انت مش مدرب ذكي وقوي وبتلعب او ماسك او مسؤول فني فريق كبير زي النادي الاهلي اعتقد الامور هتبقى مش مظبوطه لكن هو عنده شخصيه قوية جدا عنده مركز جدا جدا في صح. الجيم أه، عارف نقطة الضعف والقوة أو ممكن يكون في العيب مش في حالته يعمل إيه عشان يخليه في حالته أه، عارف إن اللعبة اللي موجودة كلها على مستوى عالي مخلي اللعيبة كلها مرتاحة نفسيا مخلي أه، اللعيبة كلها جاهزة بدنيا وذهنيا وفنيا فأنا شايف وطبعا الجهاز الفني اللي موجود المساعدين معاه أكيد لهم دور كبير جدا فأنا شايف إن هو من ذكائه بيعرف يعمل تدوير بيعرف يحط اللعيب امتى بيعرف يستنى امتى فدي حاجه كويسه لانه هو عارف ان السيزون كبيره كابتن اسلام عندك بطولات عندك كاس عالم انديه فانا شايف ان اللعيبه كلها لازم تكون جاهزه وده اللي انا شايفه بصراحه يعني حتى التدريب لما بروح التدريب بلاقي اللعيبه مركزه تركيز غير طبيعي زي الماتش اللي بيحصل في التمرين بيحصل في الماتش شغل التمرين شغل الماتش كل الناس مركزه انت بتخلص بتخلص شغل في الملعب بتطلع تعمل حاجه بدنيه وبعد كده تنزل تاني ملعب فانا شايف ان هو ميزه وحاجه كويسه جدا ان هو يعمل تدوير في الـ في التيم لان ده الطبيعي لان الناس كلها لازم تكون جاهزه في ناس مصابه زي اكرم لسه راجعه اكيد برضو عامل حسابه في القصه دي و و و وان شاء الله اتمنى امام كمان يرجع بسرعه والحمد لله اطمن ان هو يعني حاجه في الانكر خفيفه ان شاء الله اسبوع في الرجوع بعد بعد الراحه اكيد هيكون متواجد فانا شايف ان هو مدرب ذكي أه عارف قيمه البطولات خلاص دخل في قلوب الجماهير النادي الاهلي من اول مره بيكمل التالق بتاعه وعارف ان خلاص ماتش خلص بيبص اللي بطوله بتخلص بيخش اللي بعديها فانا شايف ان هو يعني مميز جدا جدا مع النادي الاهلي مستر كولر شفنا رغبته ايضا في الاعتماد على بعض الناشئين احمد حسن كوكا زعلوك برضو كريم الدبيس هو هو زي ما قلت لك انت عندك هو يعني مش مثلا كان ممكن يقول لك ايه؟ خبره بس او او حد مش عارف ايه او هاتوا لي صفقات من بره صحيح. لا وخلي بالك عمر سيد معوض كان موجود من صحيح. الناس اللي كانت موجوده انا شايف في لعبة انا حتى لما رحت الناشئين اتفرجت في لعبة في 2005 كتير لعبة كويسه صحيح. جدا في لعيبه في 2003 كويسه جدا جدا دول كمان ليهم مستقبل واكيد هو متابع واكيد طبعا كابتن وليد سليمان مع كابتن خالد بيبو كابتن خالد بيبو كمان عنده رؤيه وعنده خبره في الناشئين وعارف اللعيبه اللي موجوده مستر كولر عمل فتره اعداد السنه دي في النمسا جاب كل الناس جاب اللعيبه الصغيره وشاف زعلوك وشاف كل اللعيبه اللي موجوده اكيد عنده حسابات معينه اكيد هيدي الفرص لناس معينه شفنا زعلوك شفنا يعني الناس كلها بتتكلم ان كان مثلا كان يطلع ناس ثانيه فهو يعني مستني وبيحط اللعيب في الوقت المناسب شفنا مدرسة يعني ما بداش بيه قوي بعد كده اداله شويه بعد كده ابتدى ياخد ابتدى يدخل ينسجم مع مع الفريق هو عارف بيحط اللعيبه امتى هو مع اللعيبه زي الشطرنج هو اللي بيحرك اللعيبه اللي موجوده وزي ما قلت لك كابتن اسلام اللعيبه كلها جاهزه اللعيبه مركزه وهو كمان مركز يعني على الخط عارف الدنيا شايف عنده رؤيه ان ان اللعيبه امتى يغير امتى غير تغيير واحد امتى غير ثلاثه امتى اعمل تغيير في الملعب ده مهم جدا يا كابتن اسلام تدوير في الملعب ان انا احط مين مكان مين واحط ده 10 هنا واحط ده 8 وطب مثلا واحد زي حمدي فتحي مثلا من البدايه خالص لما مشي لعيب مهم جدا فانا عايز حد في الحته دي مين اللي موجود واحد زي امام عاشور اكيد لعيب كبير جدا فانا شايف ان هو يعني مركز ومستمر كويس وانا لما بروح النادي بتفرج لعيبه بصراحه طب بتروح النادي مرجو ايه اهم الملامح الفنيه والاستراتيجيه لمارسيل كولر وايه هي اهم السمات الشخصيه عنده اولا هو دايما مبتسم جدا وفي نفس الوقت مركز جدا بيروح بدري جدا جدا النادي بتروح تلاقي كابتن اسلام الشغل مرصوص في الملعب بشكل كويس جدا مثلا قبل التدريب بحوالي ساعتين ثلاثه بيعمل اجتماع مع اللعيبه مجمع اللعيبه قبل الـ قبل التمرين بحوالي ساعه بيقعد مع الجهاز الفني بيشوف الماتشات اللي فاتت بيشوف الماتشات اللي جايه متابع بشكل كبير جدا كل كل الحاجه مركز في الماتش اللي جاي مركز في البطوله اللي جايه فانا شايف ان هو يعني مستمر بشكل كويس خلاص عارف قيمه النادي الاهلي عارف النادي الاهلي دايما يلعب على المكسب وهو مميز بالنسبه للبطولات اللي هي النادي الاهلي دخل فيها باستثناء طبعا ماتش السوبر الافريقي وكان في بدايه السيزون وفي نفس الوقت كان ما كانش فيه توفيق للنادي الاهلي شفنا النادي الاهلي اول ربع ساعه ثلث ساعه النادي الاهلي كان انا متاكد ان كره كهرباء وفي كام كره امام برضو سدد كان يقدر لو جه الهدف الاولاني او الثاني كان الماتش فتح ولكن التوفيق ما كانش في صالح النادي الاهلي في المباراه